حدثنا قتيبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشه حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سالت عائشه عن المني يصيب الثوب فقالت كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاه واثر الغسل في ثوبه بقع الماء